السلام عليكم سيد حسين عالم ولوياكم. اليوم جبنا لكم مقطع عن برنامج الأرنب الجديد، أو هو برنامج قديم ورجع بقوة. السلام عليكم مرة من جديد. أوكي شاطعنا اليوم زي ما قلت لكم عن برنامج الأرنب. طبعا برنامج الأرنب قديم هو، وبتلقون روابط كذا رابط إن شاء الله إذا ما نسيت بحطهم لكم في الوصف عن الشروحات اللي أنا شرحتها عن هذا البرنامج. طبعا هذا البرنامج اللي هو تقدر تحمل منه ألعاب مهكرة، ألعاب مدفوعة، برامج مي موجودة في الأبل ستور وهكذا. طبعا فصار إلى شكل جديد وأشياء جديدة، فرابط البرنامج بيكون أول رابط في الوصف. بعد ما تفتح هذه الصفحة بيقول لك هني هذا البرنامج، تضغط على كلمة تحميل، بيقول لك يرغب في تثبيت، تضغط على كلمة تثبيت، تطلع من السفاري، بتلاحظ انه قاعد يثبت البرنامج مثل ما تشوفون، فشوي عندنا انا بطيء، فاذا ثبت برجع لكم على طول. اوكي شباب ثبت البرنامج مثل ما تشوفون. الحين اذا تدخل عليه بيقول لك مطور مؤسسة غير موثوق فيه، شرحت عن هذا الموضوع من قبل. اذا انت حاب تخلي البرنامج يدوم فترة اطول، وطبعا ناس واجد قالوا ان الطريقة ما ضبطت عندهم، بس ان الطريقة ضبطت عندي. المهم بعد الرابط وروابط اللي احنا اقول رابط الفيديوهات بيكون من ضمنهم هذا الرابط. الحين انت تفتح الاعدادات، تروح على عام، تروح على تحت اخر شيء اللي هي ملفات التعريف وإدارة التعريف، تضغط عليه بتلاقي هذا، تضغط عليه وتضغط تسوي له السماح. تمام، بعد ما تسوي السماح طبعا ايه شباب التحديث اللي هو تحديث iOS 12 بكرة بينزل، لان التحديث راح ينزل اليوم الساعة 9 مساء. اوكي معنا ان ندش على البرنامج، بيدخلك مثل ما تشوف، تقول لك كل شيء السماح ساعة يعني تطوف كل شيء. تمام ضغط على هذه، مثل ما تشوفون شباب اشتغل البرنامج يعني. طبعا البرنامج صار يعمل باشياء اكثر ومحسنات اكبر في البحث، يعني حتى قبل البحث كان مثلا شلون تكتب شيء ما يطلع اللي تبيه. فشوف هنا عندكم برامج بلاس، ماينكرافت، كلاش اوف كلانز مهكرة، كيوت كات برو، جراند سان اندرياس، سبوي سيرف مهكر، فورتنايت. فورتنايت والله ما ادري ايش قصتها، بس كلاش رويال مهكر الظاهر. عندك هذه انا اتوقع التطبيقات العادية. فيعني انت تكتب مثلا هنا مثلا تكتب مثلا وش اكتب شباب، وش اكتب ماينكرافت مثلا، انتو سوك شفتونها بس قبل لو تكتبونها في البحث ما راح تطلع لكم ابدا، عرفتون؟ فهد اكتب ماينكرافت، اي اشوف طلع لك ماينكرافت، طلع لك ستوري مود، طلع لك اشياء واجد، وانت تقدر تثبته بعدين. بعد التثبيت تقدر تلعب، تقدر تسوي اي شيء. وبس شباب كان هذا شرحنا اليوم، لا تنسون لايك وسبسكرايب كومنت شير، شكرا عندي معكم مستمر. طبعا يا شباب عندي مشكله، بس اذا حد يحلها لي زين. الحين انت لما تجي طبعا بعد الهكر صارت هالشغله، لما تجي في اليوتيوب تكتب سيد حسين، دقيقه بس تكتب اسمي يعني عالم ابل، تفتح تطلع لك اسم القناة حارث زهير زهير اللي هو الاسم اللي هكر القناة، لما ندش عليه سيد حسين عالم ابو الفأم بحل ذي المشكلة. اللي عنده حل يكتب لي في التعليقات ومن عيوني كل شي يبي اسوي له، يعني مثلا يبيني انشر قناته انشرها له. وبس شباب.